محاولة أخيرة يقوم بها قائد الجيش اللبناني العماد جوزيف عون في واشنطن لتهدئة الأوضاع بين لبنان وإسرائيل قبل انفجارها وتحويلها لحرب شاملة على خلفية تصاعد الاشتباكات بين جيش الاحتلال وحزب الله جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. محاولة تصنف أنها الأمل الأخير قبل اتساع رقعة الصراع في المنطقة التي لا تهدأ الحروب والأزمات فيها أبدا. عون الذي يقوم بزيارة مهمة للولايات المتحدة بحث مع المسؤولين في البنتاغون الأوضاع على الحدود الجنوبية لبلاده التي تشهد تصعيدا في المواجهات بين حزب الله وجيش الاحتلال، كما بحث قائد الجيش اللبناني أيضا الدعم العسكري الأمريكي للبنان خاصة في ظل التحديات التي تموج بها منطقة الشرق الأوسط. الأوضاع الملتهبة على الجبهة اللبنانية الإسرائيلية دفعت رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة الجنرال تشارلز كيو براون إلى التحذير منها، كما أعرب عن قلق واشنطن من تصاعدها مؤكدا أن واشنطن لا تريد أن تشاهد تصاعد رقعة الصراع بين لبنان وإسرائيل وتحولها لصراع إقليمي يضاف إلى الصراع الموجود حاليا في الشرق الأوسط. زيارة قائد الجيش اللبناني للولايات المتحدة سبقها اجتماع لعون مع أفراد من الجيش حيث طالبهم بالاستعداد للدفاع عن لبنان ضد الأخطار المحتملة على خلفية تصاعد الاشتباكات بين جيش الاحتلال وحزب الله، كما دعاهم أيضا لليقظة الدائمة لإحباط مخططات إسرائيل ضد البلاد. وتشهد الجبهة اللبنانية الإسرائيلية تطورات متصاعدة خلال الأسابيع الماضية حيث استدعى جيش الاحتلال عشرات الآلاف من الاحتياط من أجل دعم الجبهة الشمالية للأراضي المحتلة بفرق وألوية عسكرية، والتي تأتي متزامنة مع تهديدات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف جالانت بأن إسرائيل لن تقف مكتوفة الأيدي أمام صواريخ حزب الله.